يا مساء البونجور، يا مساء الكمون، تليفون ملح، فلفل، كزبرة، قرفة. شغل مصانع ومكن وعمال ومخازن وعربيات بتنقل وليلة كبيرة، وازاي الفقير تخين وهو مش لاقي ياكل، وبعدين جبنة نبشرها من فوق عشان تاخد وش. مصانع الدبابات بقت بتصنع جرارات، في اللي بيعملوها من غير صلصة طماطم اصلا، انت متخيل؟ خلى المدن بقت وسط الغابات، وبكده المكرونه والصلصه والبشاميل بيندمجوا مع بعض. شغل صهاينه اصلا، عيب عليك، بدون اعتبارات للبيئه او الصحه وحاجه كده اخر كام كام. وطبعا انت ما تقدرش تغير في الكلام. بس ملناش دعوه بقى، هنسقسق اللبن 10 رجاله اقسم بالله. بلوت تويست، طريقة صرفك لفلوسك مش فرق، والحل جماعي مش فردي.